لماذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما السبب الذي يجعلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نصلي عليه لأن الله صلى عليه، نصلي عليه لأن الملائكة الأطهار تصلي عليه، نصلي عليه لأن الله يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، نصلي عليه لأن صلاتنا عليه مضاعفة للأجور والحسنات، نصلي عليه لأن صلاتنا عليه مغفرة للذنوب والسيئات، نصلي عليه لأن صلاتنا عليه سبب لقضاء الحاجات وكفاية للهم والغم. أنقذ الله برسولنا خلقا من الظلمات إلى النور، علمنا الأخلاق، علمنا كيف نعبد الله، علمنا كيف نعيش بميزان العدل. أرسله الله ليخرجنا من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية. فلولا الله ثم رسوله لكنت مشركا عابدا للأوثان والأحجار. فصلوا عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صلِّ وسلِّم عليك يا رسول الله.